دي لعبة من الجحيم، لو خسرت فيها الموت هيكون مصيرك. ما تبقاش إلا 108.1 من المرحلة التانية، راهنوا بحياتهم علشان جايزة مقدارها 45.6 مليار. بيلعبوا أبسط الألعاب بس بتأدي لهلاكهم. وزي ما قلنا ما تبقاش إلا 108.1 هيتنقلوا للمرحلة التالتة، والجايزة وصلت ل 34.8 مليار. قبل ما المرحلة التالتة تبدأ كان في لعبة قتل مستخبية، الناس حسوا بخطر الموظفين اللي لابسين أحمر، فبدأوا كلهم يتناقشوا إنه أحسن خطة إنك تنضم للفريق الأقوى. فطلب هيو إنه يخش الفريق بتاع لي. في الأول ما كانش راضي لحد ما قاله إنه عارف اللعبة الجاية هتكون إيه. هيو أصلاً طبيب، سبب إنه عارف معلومات عن اللعبة هو الصفقة اللي عملها مع الموظفين هنا. طلبوا منه يشيل أعضاء الميتين الحيوية، واللعبة خلاص بتعد الوقت وهتبدأ. فريق ليه بدأ يتحرك، وكان أي حد مش من فريقهم يقابلوه يقتلوه على طول، وبكده هيقدروا يزودوا جايزتهم أكتر. والموظفين الحمر قلبوا النور يفتح ويطفي علشان ينسجموا معاهم في الجو ده. المتسابقين عينهم احمرت من القتل علشان الجايزة بس. الموظفين ما عداش كتير ودخلوا يوقفوهم علشان طلعوا عن حدهم. اللعبة دي قتلت 27 واحد منهم، فتبقى عدد 80 واحد بس. المرحلة الثالثة بدأت، واللعبة المرة دي جماعية، الفريق 10 أشخاص. شو عارف معلومات عن اللعبة من هيو، فكلم واحد بعضلات علشانها مخصوص، ليه كمان توقع هتكون لعبة ايه، فراح يدور على رجالة علشان يكون فريقه أقوى. وقتها شو تخلى عن البنت اللي اتفقت معاها عشان تخش فريقه، لأن دي لعبة حياة أو موت، مش هيجازف يعني. فريق ليه 6 رجالة وبنتين، فمفيش أي ميزة لفريقه في اللعبة دي، وكان ناقصهم واحد. فراحت البنت بكل بجاحة تنضم لهم بعد ما شو طردها. اللعبة دي بقى هي شد الحبل بس على ارتفاع عالي جدا، فاللي عارف الوضع من بدري هيفوز وهو مرتاح. بس البطل المرة دي فريقه الأضعف، كونوا 8 فرق. فريق شو واجه فريق ضعيف أول مرة، محدش اتكاسل نهائي. أول ما المسابقة بدأت الفريق الضعيف اتعلق على الهوا، والسكينة الضخمة نزلت على الحبل بتاعهم قطعته، والفريق كله وقع ومات. بعدها الجولة التانية بدأت، المرة دي ليه دخل الفريق اللي كله رجالة، ومهما يفكروا شايفين انهم مستحيل يفوزوا، فكانوا مرعوبين جدا وهم بيجهزوا. بس العجوز قال لهم ان شد الحبل مش معتمد على القوة بس، انما لازم يكون في خطة ومكر علشان نفوز. فجهزوا نفسهم ودخلوا وعملوا زي ما العجوز ما قال، ان وقفتهم يمين وشمال تكون متقطعة، ويكونوا متوازيين مع الحبل تحت كتفهم وراجعين لورا شوية بجسمهم، بكده هيقدروا يحافظوا على قوتهم. الفريق اللي ضدهم فكروا ان في تفاوت في القوة وما اهتموش خالص. البطل خد باله من النقطة دي فهاجم على طول، بس ما كانش لها لازمة قدام الفريق في القوة دي. وهم بيعفروا واحد منهم جات له فكرة خطيرة، انهم يسيبوا الحبل كلهم فجأة علشان يخلوا الفريق يختل توازنه، وبعدها يستغلوا الوقت ده ويفوزوا. والفكرة نجحت فعلا، مع ان ليه كان هيقع خلاص، وفازوا في المسابقة اللي ما كانش المفروض يفوزوا فيها اصلا. فوز ليه كان مفاجئ فريق شو جدا، هم فازوا في المسابقة بس لعبة القتل اللي بيبدأوها بالليل هتكمل برضو. فالكل بدأ يرتب سريره ويجهز نفسه للهجوم. وقتها شو فكر انه يقتل البطل اول واحد، بس البطل حمسه وقال له انه اقوى لاعب متبقي هنا، فاكيد هتكون انت اول واحد يتهجم عليه النهاردة بالليل، وبكده هيقل من عليهم حمل تقيل، والضغط هيقل من عليهم بيك. شو قلق جدا، والطبيب هنا مع الموظفين بيستغلوا بعض، بس المدير اكتشف ده وشاف انهم بيدمروا توازن اللعبة، فقتل الموظفين والطبيب على طول. اما اللاعبين اللي قضوا ليل مسالم قربوا يبدأوا مرحلتهم الرابعة. ايه هي بقى المرحلة الرابعة؟ اكتر لعبة بتعامل القلب بطريقة بشعة. فريق من 2 ما ينفعش يعيش منهم الا واحد بس، والتاني لازم يموت. المرة دي المتسابقين عددهم 39، لازم يختاروا صاحبهم في الفريق علشان ينجحوا في المرحلة دي. اما البنت دي اتبقت وما لقتش حد معاها في الفريق. المرة دي هيلعبوا بيلي. ليه والعجوز قالوا انهم لعيبة في اللعبة دي قوي، بس القواعد لما اتقالت اتجننوا. كل واحد بيستخدم 10 بليات، واللي يفوز بيهم كلهم يبقى هو اللي فاز في الاخر. ملامح ليه قلبت فجأة، لان في من ضمن الفرق واحد ومراته، وفي فرق اصحاب كمان جدا، حتى ان منهم فريق من 2 صحاب من زمان وبيثقوا في بعض جدا. والوقت اللي معاهم 30 دقيقة، ومش قدامهم الا انهم يختاروا مصيرهم بطريقتهم. هيو بيلعب مع الولد الهندي. الهندي قال له انه مش بيعرف يلعبها، بس هو برضه بيتوقع وبيلعب حلو. وهيو متبقاش منه الا اخر بلية، انفعل وكأنه تحول لشخص تاني خالص، وبدأ يزعق في وش الولد وخلاص هيضربه. لو ما كانش في موظفين هنا اكيد كان هيقتله.
أما الاتنين دول بيلعبوا لعبة اللي يرمي البلية في الحفرة الأول يفوز، لو دخلت في الحفرة تاخد كل البلي، وشو مش بقيله إلا آخر فرصة خلاص. نفخ في البلية ورماها قدام، بس البلية وقفت عند الحفرة. وقتها الولد التاني بيحاول يظبط وقفته وصوب ورمى البلية وخلاص هتنزل في الحفرة، بس خبطت في رملة فغيرت طريقها ووقعت بلية شو بالغلط. الولد خسر فخاف وبدأ يجري، ولسه ممشيش كم خطوة وودع حياته. وقتها ليه كمان مش بقيله إلا آخر بلية، في الآخر خمن عدد فردي فخسر تاني. بس العجوز وقتها نسي هو قال إيه وسأله، أنت قلت فردي ولا زوجي؟ ليه اختار إنه يضحك عليه أحسن من إنه يموت؟ قال له أنا قلت لك زوجي. أما هيو هنا ركع وعمال يترجل هندي، وقال له إنه عارف سبب اللعبة وضحك عليه وخلاه يديله كيس البلي. الهندي ما كانش يعرف إن هيو استغل الفوضى وضيع الكيس، واللي لقى جوه الكيس هو طوب، وبكده الولد خسر وخسر حياته برضه. أما ليه هنا استغل إن العجوز خرف وضحك عليه، وما تبقاش مع العجوز إلا آخر بلية معاه وخلاص الفوز في إيده. بس العجوز قال له أنا عارف إنك بتضحك علي، خد دي بتاعتك. العجوز ساب ليه عيش وتخلى عن حياته. ليه قعد يعيط من الكسوف والوقت خلص؟ ليه ساب المكان مع صوت الرصاص؟ ايه بقى التحدي الخامس اللي مستنيهم بعد كده؟ متبقاش الا 16 واحد وصلوا للمرحلة الخامسة. اللعبة المرة دي هي جسر الموت، معمول من نوعين من الإزاز، واحد قوي والتاني ضعيف. القوي بيستحمل وزن شخصين، اما اللي اختاروا الجسر الضعيف هيترموا من على ارتفاع اعلى من 100 متر، والارقام على المتسابقين بتدل على ترتيبهم للجسر. البطل حظه كان كويس لانه رقم 16 اللي هو اخر واحد هيعدي الجسر، بمعنى انه الأأمن يعني، والوقت بيعدي. رقم واحد خلاص مضطر يعدي، قدامه جسرين ازاز، فضل متردد كتير واختار الشمال في الاخر. حظه حلو قوي لانه اختار الصح، بس اختياره بعد كده كان غلط. بعدها رقم اتنين دخل، لما شاف رقم واحد واقع كده اتوترت جدا، مفكرة ان جسر الازاز بيمشوا عليه حسب طريقة معينة، مرة تمشي يمين ومرة تمشي شمال، بس للأسف اختارت غلط المرة دي، ونتيجتها كانت زي نتيجة رقم واحد بالظبط. باين قوي ان مفيش نظام معين في اللعبة دي. رقم تلاتة احتار على الاخر، باين ان رقم تلاتة ولد ذكي لانه حسب نسبة النجاح، بس النسبة دي قليلة لدرجة انه حس ان هيموت قبل ما يمشي على الجسر اصلا، فمشي بقى قدامه وخلاص. بس النتيجة كلنا عارفينها طبعا. بعدها المتسابقين دخلوا واحد ورا التاني. الولد مش فاكر اللي قبله عملوا ايه، فسأل الست اللي وراه. الست قالت له بتردد تقريبا شمال، بس في ناس ورا بتقول يمين وناس بتقول شمال، فاختار انه يثق في كلامها، بس مات في الاخر. والوقت بيعدي والمتسابقين في الاخر بيواجهوا مشكلة الوقت، لان الناس اللي قبلهم خايفين فبيأخروهم في الوقت، فاكيد هيبقوا في خطر كده. وخلاص مش باقي الا 10 دقايق بس، والعم ده قاعد بيدعي. رقم 7 مش قادر يستنى، فدخل وقعد يتخانق معاه وعايز يزقه يمشي لقدام، بس العم وقعه هو بالغلط، باين انه اصلا كان مخطط لكده من بدري. بس رقم 8 جاب اخره ودخل زقه على طول، ولما جه دور رقم 8 مات برضه. المرة دي دور شو قال لهم انه مش هيمشي دلوقتي، فواحد منهم اتعصب ودخل عليه. شو طبعا وقعه. البنت رقم 11 قالت له انت عنيد، بس هو مهتمش. شو قال لها انا مش هتحرك. وقتها البنت كمان نطت واستغلت انه مش واخد باله وحضنته، لانها كده كده عارفة انها هتموت، فخدته معاها لانه خانها قبل كده. والوقت مش كتير والباقيين مكملين. العم ده قال لهم انه اشتغل في مصنع ازاز 30 سنة، فبيقدر يحسب حجم الازاز من الضوء المتسلط عليه، وفعلا اختار صح كتير. الموظفين لقوه بيخمن صح فكشفوا على بياناته وعرفوا انه شغال في الازاز، فقفلوا كل انوار الجسر. كده راح في داهية بعد ما الدنيا ضلمت، ما هوش شايف اي حاجة خالص. وقتها كان باقي 10 ثواني. وقتها هي ورا خلاص جاب اخره وعايز يعدي فوق اللي قدامه، وفي اخر لحظة التلاتة وصلوا لنقطة النهاية اخيرا. كانوا جايين 456 شخص، ووقتها ما كانش فيه الا 3. قبل ما اخر لعبة تبدأ الموظفين جابوا عشا فاخر علشان يكافئوهم، وبعد ما خلصوا اكل سابوا لكل واحد سكينة. فضلوا يبصوا لبعض شوية لحد ما فهموا لازمة السكاكين دي ايه. وقت ما كانوا بيرتاحوا ليه لقى البنت متصابة اصلا وما كانتش عارفة تتكلم حتى، راح ينادي على اي حد يساعدها. ما حصلش حاجة غير ان النور نور والباب فتح. ليه دخل يطلب المساعدة منهم، بس لما شاف التابوت اللي شايلينه اتجنن، ورجع يبص على سريرها ما لقاش الا هيو اللي واقف قتل البنت. خلاص مش باقي غيرهم هما الاتنين، وواحد منهم هيكون البطل.
دخلوا المرحلة السادسة، لعبة الحبار. كان في ناس غريبة بيتفرجوا، اللي اللعبة معمولة مخصوص علشانهم. قواعد اللعبة الستة: المهاجم يخش جوه رسمة السمكة علشان يكسر مكان المدافع عند رأس السمكة، أو إن المدافع يرمي المهاجم برا الخط علشان يفوز. الاتنين دول صحاب من وهم صغيرين، أما دلوقتي فبيهددوا حياة بعض علشان الفوز والفلوس. وبرضو اللعبة دي أكتر لعبة متميزين فيها من صغرهم. هيو طلع السكين علشان يوقفه، بس ليه رد عليه برمل وعمله عينيه. أيوة، ممكن تستخدم الأسلحة في اللعبة لحد ما حد فيهم يفوز. وقتها الدنيا مطرت والمقنعين فوق ما نسيوش برضو إنهم يلاقوا بتشعر للحظة دي. المطر الكويس عارف وقته إمتى. الأول حربوا بعض بالسكاكين، وبعدها بدأوا يضربوا بعض بإيديهم. وقتها هيو كان عايز يوقف ليه، بس ليه لقى الفرصة وضربه براسه ورماه على الأرض وضرب بالسكينة، بس ما كانتش على وشه إنما جنب دماغه، لأنه مش قادر ينسى صديقتهم برضو، فما قتلوش. وهيو فكر إنه انتهى واللعبة خلصت، بس ليه استسلم، وده معناه إنه هيموت ومش هيكسب حاجة. ليه مد إيده لصداقة هيو، وهيو مش عايز يخرج من هنا، وهو لسه بيهرب من الديون اللي عليه، فقتل نفسه بنفسه. فالبطل هو ليه، بس من ساعة ما خرج وهو ما خرجش من الألم بتاع المسابقة دي. وقتها جت ست بتبيع ورد وترجته يشتري وردة، لقاها مسكينة فاشترى منها. وقتها لقى كارنيه في البوكيه، ولما فتحه لقى الكارنيه اللي سابه لنفسه لما انضم للمسابقة. ليه مشي ورا الملحوظة ووصل لمبنى، ولما قرب اتصدم، لقى العجوز رقم واحد قدامه، فسأله انت مين بالظبط؟ انت ليه عايش؟ قال له انه طلع بالفلوس، والسبب اللي خلاه يسيب ليه يعيش هو انه اتمتع جدا باللعب معاه. طلع ان هو البوس الكبير ورا اللعبه دي. العجوز قال له المش مثقفين والاغنياء ما بينهم نقطه كبيره مشتركه، هي ان الحياه بقت ممله، فعلشان كده جه ناس فقيره وناس مكانتها عاليه للعبه هنا، علشان بس الحياه ممله. في الاخر البطل قرر يبدا من الاول، وصبغ شعره احمر. قرر بعدها انه يسافر لبره ويلاقي بنته، بس لقى نفس نوع اللعبه دي في المطار. أخذ كارنيه المشترك واتصل. وقتها قرر إنه ما يخليش صحاب اللعبة يأفوروا، حتى لو كان ضعيف فلازم يقاوم ويوقفهم. والقصة انتهت هنا. النهاية سابت لنا تخمين مفتوح للجزء التاني طبعا. يا ترى ايه بقى اللعبة اللي مستنية البطل؟ تقدروا تشوفوا ملخص الجزء الأول في البيج، وما تنسوش لايك وشير وكومنت لفري يور مايند علشان تكبر بيكم.